السلام عليكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذه التغطية المباشرة والمتواصلة من قناة المغاربية في لندن. مشاهدينا الكرام، طبعا نحن لا زلنا نتابع الأحداث المصرية. أساسا اليوم مظاهرة مليونية الشهداء التي خرجت في محافظات عدة في مصر، آلاف حسب ما تذكر الأخبار والأنباء الآتية من هناك شاركوا اليوم واستجابة لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية وضد الانقلاب لهذه المظاهرات. هناك الاعتقالات كذلك لا تزال متواصلة، هناك الحديث عن اعتقال ما يزيد من 75 من قيادات الإخوان، إضافة إلى أن التحالف يتحدث عن أن السلطات إلى حد الآن اعتقلت ما يربو عن 3500 ممن يؤيدون الرئيس مرسي. في هذا الخضم من الأحداث المتراكمة يقع إطلاق الرئيس المخلوع حسني مبارك. إذن سنتحدث عن هذا التحرك الكبير الذي حصل اليوم في مصر، عن المليونية التي خرجت الآن في مصر والتي لا تزال تجوب شوارع كثير من المحافظات المصرية استجابة لدعوة التحالف. سنتحدث عن أثر ومناسبة إطلاق الرئيس المخلوع في هذا الوقت بالذات، وإلى أين تسير الأمور في مصر. للوقوف على كل هذه التساؤلات والأمور يسعدني أن يكون ضيفي في الأستوديو الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ياسر الزعاتر. أستاذ ياسر مرحبا بك، أهلا وسهلا بك في لندن. بداية أستاذ ياسر، إلى أين تتجه الأمور بتقديرك في مصر بعد الانقلاب؟ الناس لا يزالون في الشوارع، لا يغادرون الشوارع برغم حتى حظر التجوال، يتحدون هذا. إلى أين تتجه الأمور؟ إلى الصدام أم إلى إقرار الأمر الواقع وانتهى الموضوع يعني؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الآن هذا اليوم هو الذي أعلن عنه تحت مسمى مليونية الشهداء. حتى الآن 160 مسيرة تجوب شوارع المحافظات المصرية بطولها وعرضها، الملايين في الشوارع منذ ظهيرة هذا اليوم. ولا يزالون حتى هذه اللحظة في تحدي لكل إجراءات القمع التي انتهجها النظام الانقلابي في مصر. هذا يؤكد أن إرادة الصمود وإرادة التضحية في مواجهة الانقلاب وإرادة استعادة الشرعية واستعادة ثورة 25 يناير ليست القضية قضية رئيس فقط، وإنما هي وفاء للثورة التي بذل المصريون فيها الكثير من الدم وبشرت العرب بربيع كبير. هذا الذي يجري هو يعني تأكيد على الإصرار الذي رأيناه منذ حوالي 50 أكثر من قرابة شهرين حتى هذه اللحظة، ولا زال الإصرار على حاله لم ينكسر ولم يتراجع حتى هذه اللحظة. الآن يعني إلى أين يسير المشهد؟ في تقديري أنه هناك الطرف الانقلابيين وهناك الطرف الآخر المصر على استكمال أهداف ثورة 25 يناير. فيما يتعلق بالسلطة، في تقديري هناك مزيد من انفجار التناقضات في أوساط الانقلابيين ومن منحهم الشرعية. الإفراج عن حسني مبارك بهذه الطريقة التي تزدري أرواح الشهداء وتزدري الثوار وتزدري المصريين بشكل عام عندما يخرج حسني مبارك من السجن مبتسما، هذا يعني إهالة التراب، حاملا شعار النصر يعني. نعم، هذا يعني إهالة التراب على ذكرى الثورة التي بذلت فيها الكثير من الدماء. هذا تحدي لمشاعر الشارع المصري بكل ألوانه وبكل أطيافه، وهذا بالتأكيد يفضح المسار الانقلابي. حسني مبارك حكم من قبل القضاء الذي كان تابعا له، ذلك القضاء الفاسد الذي حل مجلس الشعب الذي انتخب بشفافية والذي طارد الرئيس طوال عام كامل. هذا القضاء تم، والنيابة العامة أيضا التي عينها المخلوع، عندما يحاكم هذا الرجل على ما ارتكبه أثناء الثورة وليس على الجرائم التي ارتكبت ومن أجلها قامت الثورة. هناك فرق بين الجرائم التي ارتكبها أثناء الثورة والجرائم التي ارتكبت وعلى أساسها قامت الثورة، إن كان على صعيد التبعية للخارج وإن كان على صعيد الفساد والإفساد في الداخل والقمع وما إلى ذلك. كل هذا تم تجاوزه وبرئ كما برئ الكثير من رموز النظام السابق. لكن أستاذ ياسر، هو برئ كذلك في عهد
مرسي كمان يعني مرتين أو ثلاثة برئ. هذا لأنه أصلا المرسي لم يكن له دالة على القضاء، مرسي طورد من قبل القضاء، وعندما اقترب شيئا ما من القضاء وتحدث عن إمكانية أن يكون هناك قانون لتطهير القضاء من قبل مجلس الشورى، رأينا كيف قامت الدنيا ولم تقعد عليه المسألة، لا صلة لها بوجود الرئيس. الرئيس أصلا لم يحكم من الناحية العملية، الدولة العميقة بأبعادها الأمنية والسياسية والقضائية والإعلامية بقيت على حالها، مرسي بقي على هامش السلطة من الناحية العملية، بقي يسترضي الجيش في محاولة لتحييده في المعركة ولكنه لم ينجح. القوى والأصابع الداخلية والخارجية التي بقيت تعبث في الداخل المصري هي التي حركت كل شيء في الساحة، وعندما عجزت قوى المعارضة عن أن تخرج آلاف من الناس فيما كانت تسميه مليونيات، جرى اختراع فكرة التمرد في مختبرات مباحث أمن الدولة، وجرى دعمها ومدها بالمال من الداخل ومن الخارج، وجرى إخراج الحشد، وهو حشد ربما كبير لكنه بالتأكيد ليس 30 مليون ولا 10 ولا حتى 5، وجرى تصوير هذا المشهد كما لو أنه يعبر عن إرادة الشعب المصري في تجاهل لخمس جولات انتخابية فاز فيها أنصار الشرعية وخسر فيها المعارضون. في كل الأحوال هذا النظام يكشف الآن عن وجهه القبيح، وكل تداعيات هذه الدولة العميقة، كل تفاصيل هذه الدولة العميقة تكشف عن وجهها، انقلاب عسكري بكل التفاصيل، إفراج عن المخلوع، تبرئة لعدد من رموز النظام السابق، إصرار على مسار القمع والقمع الدموي كما رأينا في المذابح التي تابعناها، وإصرار على اعتقالات وتلفيق التهم كما كان الحال في النظام السابق. حتى هذه اللحظة هناك ما بين 10 و15 ألف معتقل، جميعهم اعتقلوا بتهم جنائية وليست كمعتقلين سياسيين. هناك مزيد من القمع، اليوم سقط شهيد وعدد كبير من الجرحى في مظاهرات اليوم. هذا يعني أن النظام يسفر عن وجهه القبيح، لكن في المقابل هذا النظام سيبدأ بالتفكك عندما يعني تبدأ التناقضات تنفجر، ويعني يتشاجر هؤلاء على اقتسام الكعكة. بالتأكيد ستبدأ مسيرة الالتفاف حول هذا الانقلاب بالتفكك بالتدريج. هناك الوجه الآخر للصورة، الوجه الآخر هو وجه أنصار الشرعية والإصرار غير المسبوق والإصرار البطولي والصمود العظيم الذي تابعناه منذ قرابة شهرين في الشوارع. هؤلاء لا يزالون رغم كل القمع الدموي الذي واجهوه ورغم حملة الاعتقالات بالغة الشراسة التي يواجهونها، لا زالوا مصرين على استعادة الشرعية، لا زالوا مصرين على النضال السلمي. هناك إصرار واضح وصريح كما قرأنا في مقال محمد البلتاجي في الجاردن أول أمس، وكلام المرشد وكلام جميع رموز التحالف دعم الشرعية، واضح وصريح بأننا ماضون في نهجنا السلمي الذي هو أقوى عمليا من الرصاص كما قال المرشد الإخوان. هذا في مواجهة الدولة الدموية التي تحاول أن تجهض. إلى أي مدى يمكن أن تتواصل كل هذه الحشود؟ يعني سيأتي وقت وتمل الناس في النهاية وسيفرض أمر الواقع كما يقول الكثير. يعني هذا لم يحدث على سبيل المثال في سوريا، ولم يحدث في ليبيا، وفي اليمن استمروا يعني قرابة 9 شهور وهم في الشوارع. الإصرار الشعبي على مسيرة استعادة الثورة إصرار كبير وعظيم، وهناك قابلية للمزيد من التضحيات. لا نستطيع، الشعوب لا تتعب، الأنظمة هي التي تتعب. وفي ظني أنه ربما لا تكون هناك مسيرات بشكل يومي، لكن ربما يكون هناك تجمعات أسبوعية على سبيل المثال. المهم أن هذا الإصرار لن ينكسر أمام النظام، والنظام يتخبط بالتأكيد، سيتخبط أكثر عندما تنفجر التناقضات فيما بين التحالف الذي أنشأه، وفي ظل تردي الوضع الاقتصادي. الوضع الاقتصادي متردي إلى حد كبير رغم كل الأموال التي ضخت من الدول العربية الداعمة للانقلاب، إلا أن الاقتصاد أيضا يترنح. هناك بالتأكيد ربما طبعا هناك أكثر من مسار يمكن الحديث عنه، على سبيل المثال أنه يعني يمكن أن تكون هناك تسوية ما، يعني المسألة لا يمكن بالضرورة أن تذهب في اتجاه العنف، هذا مسار محتمل لا يستطيع أحد، وإن كان الإخوان مصرون وأنصار دعم الشرعية مصرون على النهج السلمي، لكن لا نستطيع أن نضمن ردود فعل. نعم هذا يعني ليس كل من في المشهد إخوان أو ناس قادرين على أنهم يمسكوا أنفسهم. هناك يعني الآن هذم خبراء حسب مصدر في قناة الجزيرة أساسا يتحدث على أن القمع
الذي يمارسه الجيش الآن قد يغذي الفكر الجهادي، حتى أن هذا مسؤول سابق في CIA يتحدث على أن جيل القاعدة الجديد ينشأ الآن، وأن مصير الجهاد العالمي سيتقرر هذا الصيف، وأن خطر الجهاديين قد ينطلق من مصر لينتشر إقليميا. يعني هناك مجموعات التي خاصة رجعت نفسها وتركت السلاح وأرادت الدخول الحياة السياسية بعد ما شاهدته من انقلاب على الشرعية والسرقة لأصواتها، ممكن تراجع نفسها من جديد وتعود للسلاح، يعني كما يحدث في سيناء مثلا. يعني هو حمل السلاح أو الثورات المسلحة لا أحد يتخذ قرارا بها، هي تنشأ هكذا دون أن يكون هناك قرار، تبدأ بمجموعات صغيرة ومن ثم تبدأ بالتمدد. هذا الإذلال الذي يمارسه نظام الإنقلابيين بحق الشبان، هذا الكم الهائل من التزييف والكذب والافتراء، هذا الكم الهائل من الإذلال، هذا الكم الهائل من تلفيق التهم، هذا الكم الهائل من القتل، يعني يمكن بالتأكيد، لأنه لا ردود فعل الشباب غير ردود فعل الشيوخ، لا تستطيع أن تضمن ذلك. هذا أحد المسارات المحتملة التي لا يمكن أن نلغيها من الحسابات. يمكن أن تبدأ مجموعات صغيرة من الشباب في حمل السلاح وهو متوفر بهذا الشكل أو ذاك من خلال ليبيا ومناطق أخرى، يمكن أن تبدأ في هذا المسار، لكن هناك إصرار حتى هذه اللحظة من قبل المسار الشرعي، المسار الذي قاد النضال منذ يعني ما قبل 30 يونيو وحتى مرورا بكل الأسابيع التي تابعناها الآن قرابة شهرين. هناك إصرار على المسار السلمي، لأن هناك اعتقاد من قبل القوى المناصرة للشرعية بأن النهج السلمي أقوى وأكثر قدرة على تحقيق الإنجاز من مواجهة دولة عميقة مدججة حتى الأسنان بأدوات القوة ومدعومة من الخارج ومغطاة أيضا سياسيا من قبل أنظمة عربية ومن قبل الخارج الدولي والذي طبعا يتحرك بدفع من الكيان الصهيوني. لكن المسار الآخر هو أن تكون هناك تسوية، لا زال هناك أفق ما، لا نستطيع أن نقول هل الاحتمال 10 ولا 20 ولا 30%، لكن هناك احتمال أن تقتنع هذه المجموعات التي قادت الانقلاب والتي شرعته أن هناك أفق مسدود، يعني أن هناك أفقا مسدودا لهذا المسار الذي يسيرون به، وأن الوضع لا يحتمل المزيد من سفك الدماء ولا المزيد من القمع والتوتر في الشارع، وبالتالي يلجأوا إلى صيغة ما بحيث مقبولة من الطرفين، بحيث تكون هناك استعادة لمسار ثورة يناير. هل هناك مؤشرات على هذه؟ وإن كانت قلت أنت النسبة قد تكون ضعيفة لا تستطيع تقديرها، هل هناك مؤشرات على إمكانية الحل السياسي بعد كل المئات من القتلى؟ يعني هناك كلام عن أن هناك بعض اللقاءات التي تمت مع من قبل الإسلاميين مع السيسي ومع آخرين من في المؤسسة العسكرية، يمكن أن تفتح أفق في هذا الاتجاه، لكن يبدو حتى هذه اللحظة أن شعور الإنقلابيين بقوة الدعم العربي لا سيما السعودي والإماراتي والكويتي والأردني أيضا، شعور هؤلاء بسطوة القوة وغطرسة القوة، شعورهم بأن الغرب وإن كان ينتقد العمليات القتل إلا أنه معهم من الناحية العملية بسبب حملة البروباغاندا التي يقودها نتنياهو لصالح الإنقلاب، ربما بسبب سطوة الأمن، بسبب تماسك الجيش حتى هذه اللحظة، يعني يمكن وما يسمون أنصار الإنقلاب هؤلاء الذين كانوا بعضهم محسوب على الثورة، ربما حتى هذه اللحظة لا يميل في هذا الاتجاه، لكن إذا استمرت المسيرات طوال الأسابيع المقبلة وربما الشهور المقبلة وبقيت حالة التوتر والانقسام في الشارع، ربما يقبل هؤلاء بحل سياسي ما، لكن الخيار المسلح لا يمكن استبعاده، واستمرار التعنت من قبل النظام حتى كسره أيضا محتمل، لكن أن تمضي المسيرة، أن تكون هناك مراوحة بهذا القدر أو ذاك ربما لسنة أو أكثر أو شهور، لا نستطيع أن نجزم بذلك، لكن في كل الأحوال هناك إصرار واضح وصريح من قبل الأنصار الشرعية على استعادة الثورة التي يعني سرقت منهم في 30 يوم. أستاذ، اليوم كثير من الأخبار تتحدث على أن هذه المظاهرات، صحيح هناك شهيد في طنطا وغيرها، لكن معظم المظاهرات لم يتعرض لها الأمن ولا الشرطة وتركوهم تسير حتى نهايتها، وفيه ناس موجودين إلى حد الآن في بعض الساحات. لماذا لم يتعرض؟ بالرغم أن الأسبوع الماضي إلى غاية الأسبوع الماضي كانت هناك يعني هجمة شرسة للبلطجية، هجمة شرسة للأمن على كل مظاهرة تخرج تأييدا للرئيس مرسي تنديدا بالانقلاب. اليوم لم نشهد كثير من هذه المظاهر، ما تفسير هذا؟ تفسيره أنهم خسروا المعركة السياسية
عندما قتلوا لم يكونوا يقصدون ذلك يعني بهذا الحجم، هم أرادوا أن يفضوا الاعتصام بقليل من الضحايا، لكن المسألة خرجت عن السيطرة، وهذا وجه بانتقادات عربية وعالمية وحتى داخلية، ورأينا فخرج البراغي وخالد داود وما إلى ذلك. الآن ليس هناك غطاء للعنف الدموي في أي حال من الأحوال، لا يستطيع أحد أن يتسامح، حتى أنصار الانقلاب سيواجهون ذلك بالنقد، وهم شعروا أنهم خسروا المعركة الإعلامية والمعركة السياسية بسبب حجم الضحايا الذين سقطوا في رابعة العدوية والنهضة ورمسيس ومسجد الفتح، وهذا يعني وجه بإدانة عالمية واسعة النطاق، لا سيما في أوساط الرأي العام العالمي، أن هناك رأي عام عالمي في أوساط الشعوب، وهناك آراء رسمية أو مواقف رسمية لا زالت مع الانقلاب بهذا القدر أو ذاك، لكن المعركة السياسية والإعلامية خسروها، الإعلامية على وجه التحديد خسروها إلى حد كبير، وهم يعلمون أنهم إذا أطلقوا الرصاص على الناس في الشوارع مثل ما فعلوا من قبل سيخسرون أكثر وسيكسب أنصار الشرعية، ولذلك هم اليوم رغم وجود بعض الممارسات البلطجية في عدد من المدن والأماكن إلا أنه يعني لم يسقط إلا شهيد واحد، لكن هناك جملة وعدد كبير من الإصابات، هم معنيون بأن يمرروا هذا الأمر، وهناك بالتأكيد نصائح لهم من قبل الحلفاء بأن يتسامحوا بقدر ما مع حد معين من النزول إلى الشوارع، لكن كيف سيتصرفون في المستقبل نحن لا نستطيع أن نجزم، وبالتالي مسألة المراوحة لا زالت قائمة، هم يعولون على تحولات في المنطقة، يعولون على مزيد من الضغط على الحالة الثورية في العالم العربي، الآن تونس مستهدفة، الآن اليمن ليبيا في حالة من المراوحة، ليبيا أيضا مستهدفة، حماس في غزة أيضا تنتظر الدور، حتى تركيا هناك محاولات لزعزعة الوضع في داخل تركيا عبر إعادة المظاهرات في ميدان تقسيم وتخريب الاتفاق التاريخي مع الأكراد، الهجمة على الربيع العربي الآن متشعبة. أستاذ ياسر يعني أنت تسميها هجمة على الربيع العربي، البعض يسميها هجمة على التيار الإسلامي السياسي. هو بالضبط الآن المشكلة أن الربيع العربي والإسلام السياسي أصبح شيئا واحدا في عرف الأنظمة العربية التي تقود الثورة المضادة في هذه اللحظة. الآن هم يدركون أن المعارضة الحقيقية في شوارعهم هي معارضة إسلامية، وبالتالي الربيع العربي كان الوجه الأبرز له الوجه الإسلامي، في الجمعة كانت تسمى المليونيات يوم الجمعة وتخرج من المساجد وما إلى ذلك، وبالتالي هذا جرى الدمج بين حالة ما يسمى الإسلام السياسي وبين الثورات والربيع العربي، وبالتالي الاستهداف أصبح هو واحد من الناحية العملية. لكن لو أن الثورات جاءت بالليبراليين على سبيل المثال في ليبيا، الآن الوجه البارز للذين فازوا في الانتخابات وجه بقدر ما ليبرالي، لكن مع ذلك هي أيضا مستهدفة. لا، هؤلاء لا يريدون لمنطق أن تكون الوصاية للشعوب أن يتكرس في المنطقة، لأنهم يريدون لهذه النخب التي سيطرت على السلطة وعلى الثروة أن تبقى في مكانها بصرف النظر، ولو كان المعارضون ليبراليون لكان القمع أشد، لأن سيكون لهم بواكي في الغرب أكثر من الإسلاميين الذين لا بواكي لهم من الناحية العملية، وبالتالي هناك ثورة هجمة مضادة من قبل الأنظمة التي تقود هذه الثورة، الأنظمة العربية التي تقود هذه الثورة المضادة الآن تمتد إلى تونس واليمن وليبيا وحماس في غزة وحتى تركيا، هم يعتقدون أن بالإمكان أن يجتاحوا هذه المنطقة ويجهزوا على حالة الإسلام السياسي ويجهزوا بالضرورة على النفس الثوري الذي أفرز هذه الثورة. لكن أنا بتقديري أنه هذا طبعا هذه هناك مخاطر حقيقية يجب أن يتم التصدي لها، هذا الموضوع يحتاج إلى الكثير من التفصيل، يجب أن يكون هناك قدر كبير من الوعي في أوساط القوى الإسلامية والقوى الحية في الشارع العربي من علماء ومفكرين وجمعيات وتجمعات وقوى وأحزاب وحركات لمواجهة هذا، هناك يعني سطو على إرادة الشعوب، سطو على الربيع العربي، هناك هجمة بالغة الشراسة يجب أن يتم التصدي لها بقدر كبير من الوعي والذكاء والشجاعة والبطولة والتضحية والتنسيق فيما بين كل القوى. طيب هل يمكن أن يكون الإصرار على تحريك الشارع شكل من أشكال التصدي لهذه الهجمة؟ بالتأكيد يجب أن تكون هناك هجمة مضادة من قبل القوى الحية في الأمة، يجب أن هذه الأنظمة التي تقود الثورة المضادة يجب أن يجري إرباكها، إرباكها لن يكون إلا بتحريك شوارعها من الداخل، إن كان في هذه الدول الداعمة أو كان في الدول التي قامت فيها الثورات أو الدول التي لم تقم فيها الثورات، يجب أن يكون هناك حراك
واسع النطاق في جميع الشوارع العربية، ويجب أن تسمى هذه الدول بأسمائها والزعماء بأسمائهم. هؤلاء الذين يقودون الثورة المضادة والهجمة المضادة ضد الربيع العربي، ضد إرادة الشعوب، والذين يغطون القمع ويمولون القمع ويمولون الانقلاب على الشرعية، هؤلاء يجب أن يفتضحوا بكل وسائل الإعلام وبكل أدوات التواصل الاجتماعي وبكل المسيرات في الشوارع. لا بد من لأنه ببساطة هذا هجوم على وعي الأمة، على ضمير الأمة، على إرادة الأمة. إذا لم يحدث ذلك، نحن نتحدث عن تصفية للقضية الفلسطينية بتصفية حماس وبالمفاوضات القائمة حاليا والتي تزامنت مع عمليا مع الانقلاب في مصر. هناك تصفية لكل الملفات، ملف إرادة الشعوب الذي يعني الأمل الذي تفتح بالربيع العربي يريد هؤلاء إغلاقه بالكامل وإهالة التراب عليه. لابد من موقف موحد من قبل كل القوى والحركات الإسلامية وحتى الحركات غير الإسلامية التي تقبل أو التي تؤمن بإرادة الشعوب ولا تريد أن تأخذ بسطوة القوة ما عجزت أن تأخذه بالصناديق. كل القوى الحية إن كانت مستقلة أو من أفكار أخرى غير الأفكار الإسلامية لابد أن يعني تتحالف جميعا في مواجهة هذه الهجمة. طيب، لكن هذا كلامك صحيح حينما يكون الشارع موحد زي ما كان في ثورة 25 يناير أو في ثورة الربيع العربي في تونس وفي ليبيا وغيرها ضد الدولة العميقة أو ضد الحاكم المستبد، لكن الأمر الآن ليس عليه الشارع، ليس على هذا على قلب رجل واحد، خلنا نقول يعني لا في مصر ولا في تونس ولا حتى في ليبيا، مما يدل على أن الشارع في هذه الحالة قد لا يصنع التغيير وقد لا يؤثر. يعني لا، هو لا، لم يكن الشارع موحدا في لحظة من اللحظات. ال 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 أنصار حسني مبارك ظلوا حتى اللحظة الأخيرة معه، وأنصار زين العابدين بن علي ظلوا كذلك، وفي ليبيا ظل قلة في النهاية، لا لا في قليلة في النهاية، في ليبيا ظلوا يقاتلون حتى اللحظة الأخيرة. علي عبد الله صالح لا زال يعبث باليمن حتى هذه اللحظة. لا يوجد دولة على وجه الأرض ليس فيها انقسام، لا سيما في هذه الدول التي كانت تحكم بأنظمة شمولية، لكن نحن نتحدث عن الغالبية من الناس. هناك انقسام في مصر نعم، لكن لو أجريت استفتاء في الشارع العربي خارج مصر سترى أن الذين يقفون ضد الانقلاب سيزيد عن 80 و90% من الناحية العملية. لو ذهبت أن تقول أن هناك انقسام في سوريا على سبيل المثال، الأقليات تقف إلى جانب النظام، لكن لو أجريت استفتاء عام سيكون هناك 70% ضد النظام. لا يوجد دائما، هذه أنظمة متجذرة ولها ذيول ولها يعني قدمت مصالح ومنافع لقطاعات عريضة من الناس، وهذه ستبقى معها حتى اللحظة الأخيرة. يعني لن يكون هناك حالة إجماع، يكفي أن يكون هناك شبه إجماع أو غالبية حتى يعني تنتصر إرادة الشعوب. هناك قدر من الناس لهم مصالح مرتبطة بهذه الأنظمة وسيدافعون عنها، لكن الغالبية ستواصل نضالها في مواجهة الثورة المضادة التي تقودها هذه الأنظمة التي لا تريد لإرادة الشعوب. طيب، أن تنتصر بحق. ما مصير من يقف الآن؟ خلنا نرجع للملف المصري بالتحديد، الأحزاب الليبرالية وما تسمى الديمقراطية وغيرها التي تقف الآن مع الانقلاب وتدعمه سياسيا وتوفر له الغطاء السياسي والإعلامي، هل ستبقى على هذه العلاقة الحميمية أم سيحدث لها ما حدث لكثير من القوى الليبرالية التي ساندت مبارك في أول حكمه ثم انقلب عليها؟ هل سيتقلب العسكر في هذه الحالة على جبهة الإنقاذ مثلا؟ يعني أولا يجب أن نقول بأن هذه القوى والأسماء والمسميات لديها من الحضور الإعلامي أكثر بكثير مما لديها من الحضور في الشارع، وخمس جولات انتخابية أثبتت ذلك. هذه قضية يجب أن تكون حاضرة بقوة. يعني هناك أسماء كبيرة وجبهة الإنقاذ، وجبهة الإنقاذ حتى ما قبل انقلاب 30 يونيو بأسابيع كانت تعجز عن إخراج 10,000 إلى الشوارع، لكن تمرد جابوا 20 مليون توقيع. لا هذا كلام فارغ، ليس هناك 20 مليون توقيع ولا ما يحزنون. حتى الأرقام التي خرجت في 30 يونيو لا تتجاوز 2 مليون، وكانت بحشد من الفلول وحشد طائفي، إضافة إلى قلة ممن كانوا يحسبون على أنصار الثورة. وبالتالي هذه الأسماء والمسميات هي كبيرة في وسائل الإعلام، لكن من الناحية الواقعية والناحية العملية حضورها في الشارع قليل. الآن عندما تريد الدولة أن تواجه القوة الأكبر في الشارع لا يمكن إلا أن تعسكر المجتمع. نتذكر في تونس على سبيل المثال عندما أراد النظام أن يواجه النهضة
تحالفت معه القوى الليبرالية واليسارية، لكنه ما لبث أن انقض عليها، لأنه ببساطة الدولة الأمنية هي التي انتصرت في نهاية المطاف. نعم. وبدأ يعني يستهدف بقية القوى. في الجزائر عندما جرى استهداف الكتلة الرئيسية تعسكر المجتمع بالكامل، وأصبحت فضاء الحريات مغلق إلى حد كبير، وحتى هذه اللحظة مغلق من الناحية العملية. نعم. وفي في في تونس حصل هذا الكلام. في مصر عندما تريد أن تستهدف يعني التجمع الأكبر في الساحة السياسية، لا يمكن إلا أن تعسكر المجتمع. كيف يكون لديك الآن حتى هذه اللحظة حوالي 15,000 معتقل، ثم تقول أن هناك حريات، عندما تكون هناك فضائيات مغلقة وتقول أن هناك حريات، عندما يجري تلفيق التهم وقتل الناس في الشوارع، كيف يمكن أن تقول أن هذا نتاج ثورة؟ هذا كلام هراء. ستبدأ هذه الجبهة بالتفكك بالتدريج، وصولا إلى تحالف الشرفاء فيها مع القوى المناصرة للشرعية من القوى الإسلامية، ويبدأ مسيرة جديدة. هذا إذا لم يحدث طبعا أن حتى لو حصل هناك بعض الإشكالات على الصعيد العسكري وخرجت بعض المجموعات، هذه لن تؤثر على المسار العام. يعني في تقديري أنه ستبقى الإرادة العامة للشعب المصري وللقوى المناصرة للشرعية والقوى الحريصة على الوفية لثورة 25 يناير ستبقى إرادتها ومسارها السياسي واضح ومحسوم في اتجاه العمل السلمي. لكن إذا حصل هناك اتفاق ما بين الطرفين، وهذا يبدو احتماله ضئيل، لكن سنبقى نعول عليه بهذا القدر أو ذاك تحت ضغط الشارع. ما مصير من يؤيد الانقلابين الآن؟ هؤلاء يعني ستبدأ عملية اقتسام الكعكة. الآن هناك ما يسمونه خريطة الطريق. بعضهم سيقبل، لأنه المطلوب بعد الانقلاب المخطط الذي رسم من قبل القوى الداعمة للانقلاب، إن كان في الإمارات أو في السعودية أو غيرها، والقوى التي خططت للانقلاب من الفلول والدولة العميقة، هو أن يجري استدعاء دولة حسني مبارك بوجوه جديدة ربما، أو بعض الوجوه الجديدة، ليس كل معظمها من الوجوه القديمة. الببلاوي هذا يعني كان أحد المقربين من نظام مبارك، وكتب في عام 2010 مقالا يتغزل فيه في جمال مبارك ويؤيد التوريث، وبالتالي معظم هؤلاء هم من بقايا الدولة العميقة. لكن هؤلاء ستكون هناك انتخابات إذا مرت خريطة الطريق ولم يفرض أنصار الشرعية يعني رأيهم على النظام، خريطة الطريق ستبدأ، وبعد ذلك ستكون انتخابات. هل ستكون الانتخابات نزيهة، أم سيجري توزيع الكوتا على المعنيين كل بحسب يعني ما نصيبه؟ أنا في تقديري أنه ستبدأ هذه الجبهة بالتفكك. غالبا الانتخابات ستكون مزورة، لأنه عندما يعين 19 من 25 محافظ يكونوا من ضباط مباحث أمن الدولة. فهذا يشي بطبيعة الدولة الأمنية وبطبيعة الانتخابات القادمة. عندما يترشح السيسي ويدير الظهر للحالمين الآخرين بالرئاسة مثل صباحي وغيره، هذا يعني أنه ستبدأ التناقضات بالانفجار فيما بينهم بالتدريج، وهذا يبشر بأنه أنصار الشرعية سيجدون بعد ذلك ظهيرا لهم من قبل هذه القوة، وإن كانوا لا يحتاجونها من الناحية الشعبية، لكن على الصعيد السياسي في نهاية المطاف هي محسوبة كقوة، وبعضها له حضور من القوى التي يعني شرعت الانقلاب، وإن كان مثل حزب النور، لكن أنا في تقديري أنه هذا سيتراجع إلى حد كبير بعد الذي فعله بتشريع الانقلاب. طيب. وحتى بعض القوى التي كان لها حضور في السابق ستتراجع، وبعضها أصلا كان يعني حضوره مثل صباحي دخل حزب الكرامة في تحالف مع حزب الحرية والعدالة من أجل أن يدخل مجلس الشعب، وكثير من الرموز مثل كمال أبو عيطة ووحيد عبد المجيد وأمين اسكندر، هؤلاء فازوا على قوائم حزب الحرية والعدالة، أصلا لم يكن لهم نصيب ولا قدرة على دخول مجلس الشعب. وبالتالي ستبدأ الجبهة جبهة الانقلابيين بالتفكك في مقابل تماسك الجبهة الأخرى، وستبدأ التناقضات بالانفجار بالتدريج. هذا طبعا كما قلنا إذا لم يحدث. طيب أنت تتحدث عن تماسك الجبهة الثانية اللي هي التحالف، لكن إلى أي متى؟ يعني الآن الاعتقالات الآن يعني بآلاف زي ما حكيت أنت في البداية، اعتقالات لقيادات، حديث على أن قيادات التحالف الآن يصعب عليهم كثيرا التواصل بينهم، المسيرات التي تخرج يتواصلون عن طريق وسائل الإعلام، ليس هناك من توجيه. يبدو أنه كذلك قد يأتي الوقت إلى أن حتى هذا التماسك الذي نشاهده إلى حد الآن في الجبهة الثانية المعارضة للانقلاب
قد يتفتت، خاصة أن الإسلاميين في نهاية الأمر هم يقع على عاتقهم نصيب مما تعيشه مصر الآن. يعني مرسي أخطأ أخطاء كثيرة أدت إلى الوضعية التي عليها الناس. يعني الآن في الشارع المصري كثير من المواطنين، لا أقول يعني، يتحدثون على أن حسني مبارك لما وقعت عليه الثورة انسحب، أما مرسي فبقي في السلطة إلى أن أدخل البلاد في هذه الفوضى. فهناك تعتيم وهناك تعمية على الأقل قد تؤثر في بشكل أو بآخر على تماسك الجبهة الأخرى. يعني أنا في تقديري أنه أولا أن يكون مرسي قد أخطأ هذا لا يعني بأن يصبح هناك انقلاب عليه. هناك في لحظة من اللحظات هولندا في فرنسا كانت استطلاعات الرأي تمنح 23% من الأصوات، نعم، ولم يقل أحد بأن لابد من الانقلاب عليه. الحكومة في اليونان فاشلة ولم يقل أحد يستدعي الجيش. هذيك الديمقراطية مستقرة، نعم، وحتى هنا في مرحلة انتقالية في شروط أخرى لابد أن تتوفر في الحاكم. الحشد الذي نزل يوم 23 يونيو نزل لأنصار الشرعية حشود أكبر منه، وهو الانقلاب كان يعد منذ اللحظة الأولى. لو كان مرسي في السلطة وله أداة السلطة الحقيقية لما تجرأ عليه كلاب السكك كما يقول المصريون، وبعض الإعلاميين الذين لم يكن يجرؤ أحدهم على انتقاد ضابط من مباحث أمن الدولة كان يتجرأ ويشتم الرئيس. الرئيس كان على هامش السلطة والأمن لم يكن معه، وقصره بوابة قصره كانت تسحب بالجرافات ولم يكن يعني يدافع عنه أحد، والمؤسسة العسكرية كان يعتقد هو واهما في تقديره، وهذا خطأ الأكبر، أنه اعتقد أن الجيش كان محايدا وهو لم يكن كذلك. الآن أنت تتحدث عن يعني جماعة لديها مئات الآلاف من العناصر ولديها مئات الآلاف من الشبان. هؤلاء أكثر قدرة على الحركة وعلى العطاء وعلى التضحية من الكبار. بالتأكيد الكبار يحملون على كواهلهم آلاف السنوات من السجون، وهؤلاء لهم تجربة ثرية كبيرة وضخمة في وتضحيات هائلة في مواجهة عسف النظام. نحن نتحدث عن شخص عمره 86 سنة مثل محمد مهدي عاكف اعتقل في عهد فاروق وفي عهد عبد الناصر والسادات وحسني مبارك والآن في عهد السيسي. وبالتالي هؤلاء يعني رموز لهم قدر كبير من الحضور والكاريزما، لكن أنت في المقابل تتحدث عن حشد كبير من الشبان المقبلين على العطاء وعلى التضحية، وهؤلاء لديهم قدرات مهولة. هؤلاء يستطيعون أصلا منذ محمد البلتاجي قيادي، نعم، لكنه لم يكن يدير ميدان رابعة. الشبان هم الذين كانوا يديرون الاعتصامات والمظاهرات والمسيرات ويديرونها بأدق أشكال الإدارة. هؤلاء لا زالون موجودين في الشوارع، يعني لم يغيب في السجون منهم إلا القلة. يعني أن يكون هناك 10,000 أو 15,000 في السجون، هناك مئات الآلاف لا يزالون في الخارج، وهؤلاء هم الذين ظهروا اليوم في 160 مسيرة. ما الذي يمنع نظام الانقلاب من أن يزج بهالآلاف المتبقية في السجون؟ يعني في نهاية هل, هل, هل سيزج بنصف مليون شخص في السجون؟ هذا عبث لا يمكن. نصف مليون وراءهم أهاليهم، أنت تتحدث عن 30 مليون آخرين. هذا يعني أن البلد ستتحول إلى مركز شرطة أو مغفر أو سجن كبير لا أكثر ولا أقل. هذا لا يمكن أن يحدث بأي حال. أستاذ ياسر سأعود إليك. ينضم إلينا مشاهدينا الكرام عبر الهاتف من الجزائر الشيخ علي بن حاج. شيخ علي مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولضيفك الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ علي، بتقديرك وقراءتك للمشهد المصري، إلى أين تتجه الأمور؟ إلى فرض الأمر الواقع واستتباب الأمن والأمر للإنقلابيين، أم أن هذه المظاهرات والحشود التي لا يتخلف عنها تقريبا يوم ولا ليلة في كثير من محافظات مصر ستكون لها الفوز في النهاية؟ يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك أن الله تبارك وتعالى يقول والعاقبة للمتقين، وإن الله لا يصلح عمل المفسدين. المسألة مسألة وقت، وهذا الصراع هو سنة الله تبارك وتعالى في خلقه، وهي سنة ماضية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. ولكن لا بد علينا أن ندرك
لأن العاقبة لأصحاب الحق وأصحاب الشرعية مهما كان خصومهم لا حجة لهم، لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية السياسية ولا من الناحية الأخلاقية ولا من الناحية القانونية ولا الإنسانية. هؤلاء فقط يعتمدون على القوة، والقوة وحدها لها وقت محدود ثم تضمحل وترجع الأمور بإذن الله تبارك وتعالى إلى أهلها. المسألة مسألة صبر ومصابرة، وكما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالمسألة هنا هي مسألة اعتداء على الشرعية بطرق غير شرعية، ولذلك كل ما يصدر من هذه السلطة الانقلابية من قرارات ومن سياسات ومن قمع ومن قتل عار عن القانونية وعن الشرعية. طيب شيخ علي، ولذلك هؤلاء يدرجون في اليمين. نعم شيخ علي، هناك خبراء غربيون وبعضهم حتى يعني عرب يتحدثون على أن الجيل الجديد من القاعدة كما سموه سيبرز في هذا الصيف نتيجة هذه الاعتقالات ونتيجة كل هذا الظلم الذي يتعرض إليه أنصار الشرعية. فهناك يبدو جيل متجه نحو العودة إلى استعمال السلاح لمناهضة ولإسقاط أو محاولة إسقاط النظام الانقلابي الجديد في مصر. ما قراءتك أنت لهذا؟ هل سيقع هذا فعلا أم أنه تهويل فقط لما يحدث من عمليات خلنا نقول هنا وهناك، يعني تبقى دائما معزولة؟ العقلاء هنا وهناك في الدول العربية ورجال القلم والشرع والسيف وكل هؤلاء في الحقيقة يدركون بأن عندما تغلق جميع أبواب العمل السلمي الحر فإنك تفتح أبواب المجهول على أي شعب وأي جيل من الأجيال، لا سيما جيلنا هذا. الأجيال في العالم العربي والعالم الإسلامي تختلف عن الأجيال التي كان قبلها. الأجيال التي كانت قبلنا في الحقيقة كانت عاقلة ومبصرة وتعرف كيف تتصرف في المحن. أما الجيل هذا الذي نعيشه، جيل الجديد، جيل التكنولوجيا، هذا جيل في الحقيقة سريع إلى رد الفعل كيفما اتفق. المهم عنده هو أن يصل إلى هدفه ويعبر عن سخطه دون النظر إلى مآلات الأمور. لكن العيب ليس في الجيل، في الجيل، ولكن العيب في الحقيقة كل العيب في هذه القيادات العسكرية أو الأنظمة السياسية المستبدة. وأنتم تعرفون أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يقول: لا تمنعوا الناس حقوقهم فتكفروهم. وعمر بن الخطاب، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يقول: ليس الهارب من السلطان الجائر بظالم، ولكن الجائر هو الذي دفعه إلى ذلك. فالسبب الأساسي في ظهور العمل المسلح هنا أو هناك إنما هو الطغيان والاستبداد. هنالك نظريتان: النظرية الأولى ترى بالعمل السياسي والدعوة وطول النفس، وهذه النظرية لها تأصيلها الشرعي والسياسي والواقعي. وهنالك نظرية أخرى هي لا بد أن يرد الحديد بالحديد. ولكن نحن نسأل الله عز وجل أن يتوصل العقلاء هنا وهناك إلى حل يجنب هذه الشعوب. طيب المآسي والألام، لأن المستفيد الوحيد منها إنما هو الغرب. نعم. الذي يتكالب الآن بطريقة مباشرة وغير مباشرة وبطرق خبيثة في الحقيقة، وإسرائيل من ورائهم. لكن الذي فتح لهم الباب إنما هؤلاء الانقلابيون، سواء في الجزائر أو في مصر أو في اليمن أو في ليبيا أو في كذا. الطغيان والاستبداد هو أصل الفساد في العالم العربي والعالم الإسلامي. ماشي. طيب شيخ علي، طبعا أنا بما أنك أنت في الجزائر عشت التجربة هذه، تجربة العشرية السوداء ما سمي في الجزائر، وتعيش الآن التجربة المصرية،
ماذا عن المقاربة بين التجربة الجزائرية والتجربة المصرية؟ هناك كثير من أوجه التشابه على الأقل إلى حد الآن في مصر، الانقلاب العسكري، عدد القتلى في السجون كما حصل في أبو زعبل، حصل كذلك في سركاجي، هناك كذلك الانقلاب الواضح يعني على الشرعية وعلى الانتخابات. في نهاية الأمر عودة الجيش كذلك للواجهة من جديد في مصر كما حصل في الجزائر. ما هي قراءتك لهذه المقاربة؟ هل سيقف الأمر عند هذا الحد في المشهد المصري أم أنه سيذهب إلى الأمام يعني حاذيا حذو ما حصل في الجزائر؟ نحن كنا نود أن تتعظ مصر والدول العربية بتجربة الجزائر، وقديما قالوا السعيد من وعظ بغيره، ولكن هؤلاء أشقياء لابد أن يتعظوا بأنفسهم. فإذا مضوا في هذا الطريق وهذا الانقلاب وهذا القتل وهذا المصادرة للحريات العامة وحقوق الناس المدنية والسياسية والزج بهم في السجون والقتل وافتعال الأكاذيب والأراجيف ونفخها عن طريق الفضائيات المملوكة لهذه للفلول، فإن مصير مصر سيكون أتعس من مصير الجزائر لعدة أسباب، منها مكانة مصر في العالم العربي والعالم الإسلامي ومكانها الجيوستراتيجي. فلا شك أن المنطقة ستشتعل، وكما قال قديما الشاعر إذا شب الحريق بباب جارك فلا بد أن يصيبك منه ولو دخانه. ولذلك نحن في الجزائر هناك نقاط تشابه كبيرة بين ما حدث في الجزائر وما حدث هناك، هنا انقلاب هناك انقلاب، هنالك يعني في الحقيقة إرغام الرئيس على الاستقالة أو إقالته تحت قوة الحديد والنار والتهديد، وهنالك أيضا وضع الرئيس في حجز هو أشبه من مختطف مبارك تعرف إقامته وأين هو، بينما الرئيس لا يعرف أهله وأولاده وأقرب الناس إليه أين هو، وهذا مجافي مخالف للأخلاق ومخالف للشهامة ومخالف للقانون إلى آخره. والمداهمة للقيادات، وعندما تداهم القيادات العاقلة فمعنى ذلك أن ستبقى القواعد بدون قيادات وستتصرف تصرفات قد تعود بما لا تحمد عقباه. ولذلك نحن في الجزائر لا نملك إلا أن ننصح وأن نقول، وإنني أحذر أيضا السلطات المصرية من النصح الشيطاني الذي يتقدم به بعض السياسيين في الجزائر وربما العسكريين الذين يعطون التجربة المرة للجزائر لمصر. وأنتم تعرفون تصريح السفير المصري في الصحافة بأن هنالك وفد جاء إلى الجزائر من أجل أن تتدخل الجزائر في الاتحاد الإفريقي حتى لا تشتد الأمر على الانقلابيين في مصر، والاستفادة من محاربة التمرد الإسلامي كما يزعم هذا السفير، وأيضا إعطائهم الطريقة. ولقد سمعت أنا بأن هنالك سياسيين يرشدون وهنالك أيضا عسكريين يعطون بعض التجارب لمصر في هذا الباب. طيب شيخ علي، يعني شيخ علي لو سمحت ابقى معي سأعود إليك، سأوجه سؤال ختامي لأن ضيفنا في الأستوديو الأستاذ ياسر سيغادر، سأعود إليك لمزيد من الحوار. أستاذ ياسر، نفس السؤال الذي وجهته للشيخ علي بن حاج عن المقاربة هذه، بين هل فعلا يعني كما يقول بعض، حتى جون كيري حذر جنرالات مصر من أن يحذو حذو جنرالات الجزائر، هل أنه فعلا هناك خطى نحو هذا السيناريو الذي حصل في الجزائر في العشرية السوداء، أم أن البعض يقول والله فيه مبالغة في نهاية الأمر وهناك ظروف مختلفة وشعوب مختلفة وعقلية مختلفة وحتى عقيدة الجيش قد تكون مختلفة بين الجيش الجزائري والجيش المصري؟ لا، هناك الكثير من التفاصيل كما تفضل فضيلة الشيخ. أنا في تقديري أنه هناك الكثير من التشابه بين التجربتين، وحتى الحلم يعني النموذج الذي أراده الانقلابيون
في مصر هو نفس النموذج الجزائري، أن يأتي على أنقاض الرئيس المنتخب شكل من أشكال الديمقراطية المبرمجة. في الجزائر الآن هناك شكل هياكل ديمقراطية صحيحة، هناك رئيس ودستور وانتخابات وأحزاب وبرلمان، لكن كلها تحت سطوة العسكر من الناحية العملية، وتحدد وفق كوتا، يعني لا كل طرف يعطى بمقدار. وكان الآن الانقلابيون في مصر يريدون هذا بالضبط، هيكل، وهو المنظر الأكبر والكاهن الأكبر والمنظر الأكبر للانقلاب قال لبعض من زاروه بأنه إذا أراد الإخوان بأن يندمجوا في العملية السياسية يمكن أن يحصلوا على 15 إلى 20% في الحد الأعلى، ربما كل قوى ما يسمى الإسلام السياسي تأخذ 20% كما كان الحال قبل سنوات في البرلمان قبل الأخير، وهذا هو هذه حصتهم. هذا يعني أن المسألة ستزور عندما يحدد لك السقف الذي يمكن أن تتحرك أنت تحته. هذا يحدث في الجزائر الآن، هناك هياكل ديمقراطية وليست هناك ديمقراطية حقيقية الآن. طبعا أيام حسني مبارك كانت أيضا هناك هياكل ديمقراطية ولن تكن هناك ديمقراطية، وفي اليمن كانت هناك ديمقراطية هياكل ولن تكن هناك ديمقراطية، وكذلك الحال في تونس الآن. الانقلابيون يريدون ذلك بالضبط، استنساخ الوضع في الجزائر وأيام حسني مبارك، هياكل ديمقراطية، انتخابات وبرلمان وأحزاب وما إلى ذلك، لكن في الواقع العملي كل ذلك يتم تحت وصاية العسكر. الآن الزمن اختلف إلى حد كبير، الزمن الذي كان بوسع النظام أن يقتل المئات الآلاف كما حصل في عشرات الآلاف كما حصل في الجزائر، وأن يدبج يخترق بعض الجماعات المسلحة ويقتل ويفعل كل الأفاعيل، هذا الزمن انتهى. الآن هو في زمن الصورة. لو أن ما جرى في الجزائر حصل في زمن الصورة التي نحن عليها لكان المشهد مختلفا إلى حد كبير. الآن رأينا كيف خسر في الجزائر على سبيل المثال. كان دائما المتهمون، يعني من يتهمون من الناحية العملية العنف الأعمى والدموي والبالغ البشعة هي الجماعات الإسلامية، رغم أن الكثير كان يتحدث عن اختراقات وما إلى ذلك. لكن الآن عندما حاول النظام على سبيل المثال أن يلعب هذه اللعبة في رابعة العدوية ويتحدث عن جثث ويتحدث عن مخازن أسلحة وأسلحة ثقيلة وما إلى ذلك، خرجت صحفيون الأجانب قالوا يا لقد كنا هناك ولم نرى من هذا الذي تقولون شيئا. الآن في زمن الصورة تصبح اللعبة أكثر صعوبة، وفي زمن انفجار الشعوب وفي زمن الربيع العربي وفي زمن الفضاء المفتوح لا يمكن أن تقتل الناس ثم تخبئ المسألة كما لو أنك لم ترتكب جردما. أنا في تقديري أنه استنساخ التجربة الجزائرية هذا هو الحلم لدى الانقلابيين، لكنه من الناحية العملية غير ممكن. الآن الشعوب أكثر وعيا بحقوقها، أكثر وعيا بنضالها، أكثر وعيا بقدرتها، وأكثر ثقة بقدرتها على فرض إرادتها على هذه الأنظمة الطاغوتية، وبالتالي يمكن من خلال النضال السلمي أن يحققوا الكثير من الإنجازات كما فعلوا. لكن كل الذي حدث في مسألة السلاح هو أن الناس جرت كما في سوريا وفي ليبيا، لم يكن هناك لكن في اليمن على سبيل المثال وحيث يوجد 4 قطع سلاح لكل فرد في البلد لم تطلق رصاصة واحدة إلا من قبل النظام، بينما بقي النضال السلمي حتى اللحظات الأخيرة. الآن في مصر قد يلجأ بعض الشبان تحت وطأة الإذلال والاستهداف والافتراء والقمع إلى استخدام السلاح، لكن الكتلة الأكبر من الشارع المصري ومن القوى السياسية المناصرة للشرعية والوفية لثورة 25 يناير ستبقى على هذا الخط، لأنه الأكثر نجاعة في مواجهة الانقلابية. شكرا للأستاذ ياسر زعاتر الكاتب والمحلل السياسي، على شكرا جزيلا على حضورك معنا. مشاهدي الكرام نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود بعده لمواصلة النقاش حول المشهد المصري وتداعيات المشهد المصري، ليس محليا فقط بل إقليميا وحتى عالميا. إذن فاصل قصير ثم نواصل النقاش، فابقوا معنا.
ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. 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 لما تلغي الانتخاب، لما تقتل الشباب، لما تفتح السجون، لما يرجع العذاب، لما تقتل السجون، لما تنزع الحجاب. ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. لما تضربني برصاص، لما تحرمنا القصاص، لما تحدفني بغاز، لما تحرقني بغاز، لما مستقبل بلادي للنظام بملك خاص. ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. لما تحرس اللي خان، لما تسجن اللي صان، لما تقطع اللسان، لما يتهدد ميدان، لما يوعظنا شيطان، لما تمنع الأذان. ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب. لما تيجي طيارات ترمي حبة منشورات، ترمي في التحرير جوايز، ترمي لينا تهديدات، ليه تفرق في المعاملة؟ ليه تقسمنا الحارات؟ ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. لو تلبسنا لجام أو تموت الكلام، لو تفض الاعتصام أو تكسر العظام، لما تحبس الكرام والبراءة للئام. ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. لما تقفل الشاشات، لما تعمل شائعات، لما تقتل السنوسي اللي صور الممات، لما ترجع الطوارئ، لما تقتل البنات. ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. لما سيسي اللي خاننا بيواجهنا بالسلاح، لما اعلمنا يحاربنا، لما نسمع النباح، لما بلطجي بلدنا للمساجد استباح. ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. لما تسجن الرئيس، لما تلغي برلماننا، لما تمدح اسرائيل في اللي باعنا واللي خاننا، لما دستور البلاد بيدسوه بألف جزمة. ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب. ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. ثورة دي ولا انقلاب؟ انقلاب انقلاب. السلام عليكم مشاهدي الكرام، أهلا بكم من جديد في هذه التغطية المباشرة والمتواصلة من قناة المغاربية. نحن بصدد الحوار مشاهدي الكرام حول التطورات في مصر. اليوم هناك مليونية الشهداء التي دعا إليها التحالف الوطني للدعم الشرعية. ملايين من الناس حسب الأخبار جابت معظم محافظات مصر، هناك عدد كبير من الناس استجاب لهذه الدعوة. الجديد في هذه المظاهرات أن الأمن
المصري لم يتعرض لهم بسوء، لم يترك البلطجية يفعلون في مظاهرات ما كان يفعلونه من قبل. الأخبار تتحدث فقط عن سقوط قتيل واحد في مدينة طنطا إلى حد الآن. المظاهرات لا زالت في كثير من الشوارع وكثير من المحافظات متحدية الحظر التجوال الذي سينطلق بعد قليل من الآن، لكن هذا التحدي ليس فقط في هذا اليوم، بل هو حتى في الأيام الماضية كان دائما هناك تحدي من المواطنين في أهم المحافظات الإسماعيلية، في الإسكندرية، في القاهرة العاصمة نفسها. إذن هناك تحدي لهذا الحظر، وهناك إصرار من أنصار الشرعية على مواصلة البقاء في الشارع دفاعا عن أصواتهم التي سرقها كما يقولون، سرقها النظام الجديد، يعني العسكر الذين أزالوا وأطاحوا بالرئيس الشرعي محمد مرسي ويحكمون البلد الآن. يبدو أن العسكر كذلك هم متسرعون في إنجاز كثير من الوعود. يخرج أمس الرئيس المخلوع حسني مبارك وينقل إلى مستشفى العسكري في المعادي كما طلب هو. هناك إذن أشياء تتسارع تباعا، وهناك شارع كذلك يتحرك ولم يهن، ويبدو أنه ليس على استعداد إلى العودة إلى البيت. أعود إلى الشيخ علي بن حاج معي عبر الهاتف من الجزائر. الشيخ علي مرحبا بك من جديد. نحن كنا نتحدث عن المقاربة بين المشهد الجزائري في التسعينات في العشرية السوداء التي راح ضحيتها أكثر من ربع مليون يعني شهيد، وكذلك 18,000 مفقود إلى حد الآن. كنت تقول أن هناك تشابه إلى حد كبير، لكن يبدو أن البعض يقول أن هناك مبالغة إذا أردنا أن نسقط الوضع الجزائري على الوضع المصري، لأننا نعيش في زمن الصورة وليس هو الزمن الذي كانت فيه الجزائر. كل شيء يحدث في مصر يوضع على شبكة التواصل الاجتماعي وعلى الإنترنت، والنظام لا يستطيع منع كل هذه الصور. في هذا الإطار الشيخ علي، كيف تتوقع نهاية إن صح التعبير تسمية هذه المعركة بين أنصار الشرعية وبين الانقلابيين؟ على كل حال الحديث في مثل هذه الأسئلة التي تفضلت بطرحها تحتاج إلى وقت أوسع من هذا بكثير، لأن المعاناة التي عاناها الشعب الجزائري بعد مصادرة اختيار الشعب في 92 لا يمكن الحديث عنها، يعني لا يمكن الحديث عن مأساة 20 سنة في خلال 10 دقائق أو 20 ساعة أو 20 يوم. ولكن نحن فقط عبارة عن نقاط فقط نذكرها على عجل. بالمناسبة اليوم في الحقيقة منعنا في العاصمة من أن نخرج في مسيرة، وقد حصر المسجد بقوات الأمن ومكافحة الشغب ومدججين بوسائل القمع، ولكن سمح للإخوة في البليدة بأن يقوموا بتجمع هناك. وكأن العاصمة وهي يعني المكان الذي فيه التواجد السياسي والسفارات ممنوع على جميع النشطاء في الحقل السياسي المعتمدين وغير المعتمدين، وأصبحت العاصمة مستعمرة من طرف قوات الأمن وقوات المخابرات، بحيث لا يسمح فيها بالتظاهر والمسيرات السلمية والاحتجاج السلمي، وما من احتجاج إلا ويقمع ويضرب ويمنع ويحال القائمين عليه على مخافر السلطة. الشيخ علي، لكن هذا قانون في النهاية الشيخ علي. لكن المهم أننا في الحقيقة قمنا بما يجب القيام به. نعم.
يعني قلت لك ان منع المظاهرات في العاصمه هذا قانون يعني الدوله تطبقه منذ سنوات، والاصل على النشطاء السياسيين الالتزام به يعني. لا 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 لا، هذا كلام غير صحيح. هنالك فرق بين التنظيم وبين التقييد والمنع. هذا ليس تنظيما للمظاهرات والمسيرات، هذا في الحقيقه منع في قالب تنظيمي. هذه حيله ومكر وخدعه كبرى، يعني يقال نريد ان ننظم او شيء من هذا القبيل. المساله مساله منع لجميع المظاهرات والمسيرات والاحتجاجات في العاصمه باسم التنظيم. وهنالك فرق بين التنظيم وهو في الحقيقه عباره عن اشراف قوات الامن على المحافظه على الاملاك العامه والخاصه وعلى حمايه المتظاهرين، وهم يمارسون حقهم في التظاهر السلمي المتعارف عليه دوليا. طيب. يعني راينا في الدول طيب. الغربيه يعني المواطنين يتظاهرون امام سفارات مصر ويسمح لهم في فرنسا في بريطانيا في جميع، بينما نحن في الجزائر نقمع ونمنع، بل لا يستطيع أي مواطن جزائري أن يمر من أمام السفارة. واخترعوا لنا كذبة كبيرة أن السفير في الجزائر يقول بأنه وصلته تهديدات من طرف الجماعة الأمازيغية الإسلامية وأنها ستفجر، وهذا كذب واختلاق من أجل تبرير التواجد الأمني في أمام السفارة في مصر. وربما كان هذا بين التنسيق بين الخارجية الجزائرية المتواطئة مع النظام الانقلابي في مصر، والطيور على أشكالها تقع وتشابهت قلوبهم، والجزائر تعمل على يعني إعانة كل ثورة مضادة سواء في تونس أو في ليبيا أو في اليمن أو في سوريا أو في مصر، كل لأنها تعرف أن النظام الجزائري الجرائم التي ارتكبها عندما تجمع لا تساوي 1% مما حدث في العالم العربي والعالم الإسلامي. نعم. ولذلك ينبغي علينا أن ندرك بأن الشعب الجزائري قلبه وعقله ووجدانه ومشاعره مع هذه الشعوب التي تتألم في سوريا وفي مصر ويتحرك بالطريقة التي يقدر عليها، ليس خوفا من النظام، وإنما حتى يجتنب الشعب الجزائري يعني الصدام مع الأجهزة الأمنية. طيب شيخ علي، يقع ما لا تحمد عقبى. نعم الشعب الجزائري شجاع وأبي. طيب خليني أسألك يا شيخ علي، هو يتعقل، ولكن إذا كان شيخ علي خليني أسألك لو سمحت. نعم أريد أن أسألك فقط، يعني طبعا الكلام الذي ذكرته الآن في أن الجزائر هي التي تدعم الثورات المضادة في تونس وفي ليبيا وفي غيرها كلام خطير ويحتاج إلى الدليل، ويبدو أنه ليس هناك دليل غير الأخبار المتناقلة من هنا هناك. لكن دعني أسألك على آخر تصريح للوزير القسنطيني حينما ذكر المحامي المعروف هذا في مصر في الجزائر وهو حقوقي كذلك، حينما تحدث عن أن الجنرال السيسي سيحاكم ويمكن يحاكم دوليا، مما يدل على أن الجزائر ليست مع الانقلاب بل هي ضد الانقلاب وضد ما حصل في مصر. يعني الحديث، أولا ينبغي علينا أن ندرك ما موقف الجزائر من الثورة في تونس في بدايتها وليبيا في بدايتها وسوريا وتحفظاتها في جميع المحافل الدولية، كل هذه قرائن دلالة قاطعة على أن النظام الجزائري يعني ضد هذه الثورات. طيب لكن الموقف الجزائري تغير الآن يا شيخ علي، ليس بطريقة مباشرة ولكن بطريقة غير مباشرة،
وما كسبه السفير المصري في الجزائر خير دليل على ذلك، والصحافة تدل على ذلك، على أنه جاءوا ليستفيدوا من التجربة الجزائرية، وتتدخل الجزائر في منظمة الوحدة الإفريقية وفي المحافل الدولية، وهذا كله يدل دلالة قاطعة، وهذا شيء لا يستغرب. بدليل لماذا النظام الجزائري لا يسمح بالمسيرات والمظاهرات أمام السفارات، ورغم أن الذين يقومون بالتظاهرات سلميين مثلا، ولن يعني يعتدوا على الأملاك العامة أو الأملاك الخاصة. إذن فهذه القضية عند الجزائر معروفة عند العام وعند الخاص، ولا تحتاج إلى دليل، ولا يصح في العقول شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. فالنظام الجزائري معروف على كل حال في مواطن كثيرة، ولست الآن بصدد إحصائها وذكرها. طيب. أما ما قاله قسنطيني، نعم، فهذه كارثة كبرى. عندما سئل عن السيسي قال هو مجرم. طيب. هذا مجرم، لكن هذا قسنطيني قالها في تصريح صحفي، ثم قال بأنه سيذهب إلى محاكمة دولية، لكن هو يتحدث عن سيسي مصر وينسى سيسي الجزائر. عندنا في الجزائر سيسيات كثيرين، يعني سبحان الله العظيم. وهو عندما من الذين كانوا يقولون بأن جنرال خالد نزار هذا المجرم أنه أنقذ الجزائر، وأيضا السيسي يزعم أنه يريد إنقاذ مصر من الإخوان ومن الإرهاب. فلماذا هذا الكيل بمكيالين؟ هذا انقلاب وهذا انقلاب، هذا يعني تمرد على اختيار الشعبي وهذا التمرد على اختيار الشعبي. هذه حركة كانت معتمدة شرعية وهذه أيضا حركة معتمدة شرعية، فما هذا الكيل بمكيالين؟ إذن فالمسألة عندنا نحن عند الشعب الجزائري معروفة ومفضوحة، والحمد لله رب العالمين. شيخ علي، الأمور أصبحت لا تحتاج إلى التدليل ولا إلى كثرة الكلام. طيب. لأنها أدلة في رابعة النهار لا ينكرها إلا جاحد أو مكابر أو إنسان يعني معتوه أو إنسان حقوق. طيب يا شيخ علي، طبعا هو قسنطيني المحامي قسنطيني الذي دعا أو حكى أنه السيسي يمكن أن يحاكم دوليا، هو نفسه هو الذي يدافع عن خالد نزار وعن بعض الآخرين، وهو نفسه المقرب من الرئيس بوتفليقة. ولكن يا شيخ علي، لا يمكن أن تحجر على النظام الجزائري أنه في بداية ثورة الربيع العربي كان متوجسا خيفة وكان حذرا وكان يعني ما زال يتلمس الموقف ويشاهد من بعيد، الآن يبدو أنه حسم نفسه في وقوفه مع دول الربيع العربي. هناك مساعدات ربما والتوافقات مع تونس، مع ليبيا، هناك وقوف ضد الانقلاب في مصر كذلك، وهذا تغير يعني إيجابي يبدو لابد أن يحسب لصالح النظام الجزائري الحالي. على كل حال، نحن نعرف بأن كيف عندما تنجح ثورة في بدايتها كيف يندمج معها ظاهريا وليس على حقيقة، وهذا من الخداع والمكر والدهاء أو الخبز إذا شئت أن تقول، لكن الحقيقة واحدة، ولم نسمع إلى يومنا هذا أنه يعني هنالك رئاسة الجمهورية أو وزارة الخارجية يعني أصدرت بيانا وقالت بأن ما يحدث في مصر هو انقلاب على الإرادة الشعبية. هذا شيء لم يحدث على كل حال. هذا كلام ليس قسنطيني، ليس هو الذي يمثل السياسة الخارجية، هو رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، وربما ربما يتراجع غدا ويقول كلاما غير هذا، يعني هذا لا يستبعد على، وهو في كثير من الأحيان يقول القول ثم ينقضه. لكن مهما كان من أمر، نحن نعرف بأن طبيعة النظام هو النظام الجزائري لحد الآن. أين هو رئيس الجمهورية؟ أين هي الأحزاب الكبرى المعتمدة في البلاد؟ أين هو التعبير السلمي والمظاهرات؟ يعني لو رأيت
كيف حوصل المسجد اليوم والجمعة الماضية؟ لا عرفت أنهم يعني يقمعون حق الشعب الجزائري في التعبير وفي مساندة إخوانه. نحن لسنا مع فلان أو التيار الفلاني، نحن مع المظلوم حتى يرجع إليه حقه، سواء كان هذا المظلوم فلان أو فلان. وفي الحديث القدسي أن النبي الذي يروي عن ربي عز وجل أن المولى تبارك وتعالى فإنه ينصر المظلوم ولو كان كافرا، وإنما كفره على نفسه. فلذلك ينبغي علينا أن لا ننخدع وأن لا نكون من الأغرار الذين بمجرد تصريح صحفي هنا أو هناك أو كلمة هنا أو شطحة هناك. القضية قضية سياسات ثابتة، والسياسة في الجزائر سياسة سرية أكثر منها سياسة علنية واضحة المعالم، يتحمل مسؤوليتها وزير الخارجية أو رئيس الجمهورية. كل شيء من هذا لم يكن، لم نسمع إلى يومنا هذا هنالك تنديد بالانقلاب، لم نسمع تنديدا من السلطة الجزائرية بالمجزرة التي حدثت في سوريا والتي ذهب ضحيتها 1300 شهيد. ونحن أيضا عندنا في الرمكة في ليلة واحدة أكثر من 1000 أيضا. يعني في الحقيقة المآسي التي حدثت في الجزائر نراها الآن تارة في سوريا وتارة في مصر. فقط الفارق الوحيد أن هنالك وسائل الإعلام، وأن هنالك جيل جديد، وأن هنالك عقلية جديدة وتطور جديد في معالجة هذه الأزمات، بينما نحن كنا نضرب في ظلام ونقع في ظلام، لا جريدة تكتب ولا فضائية موجودة ولا أي شيء، وكان الناس يقتلون شر قتلة في صمت مهول وفي غيبة عن الرأي العام في الداخل والخارج، وتواطأ علينا العام والخاص رغم أننا كنا أصحاب الشرعية بالصناديق الاقتراع مرتين أمام المولى عز وجل ثم أمام الناس. شكرا جزيلا لنائب رئيس الجبهة الإسلامية الإنقاذ الشيخ علي بن حاج، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر. مشاهدينا الكرام، أتحول من الجزائر إلى ليبيا، معي من هناك الداعية الإسلامي الشيخ سالم جابر. الشيخ سالم مرحبا بك. مرحبتين، أهلا وسهلا بك. الشيخ سالم، بالنظر لما يحدث الآن في مصر وكذلك ظلال منه في تونس كذلك، في ليبيا الوضع أنت أعلم به مني، هل يمكن أن نقول أن الربيع العربي انتهى؟ أم أن ما يحدث هو جولة من جولات الثورة العربية أو ثورة الربيع العربي التي ابتدأت والتي تستكمل الآن مسيرة التحول فيها بهذا المشهد الدرامي الذي نعيشه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أولا أقول لأهل مصر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. هذه السنن الكونية التي أزرعها الله سبحانه وتعالى في الكون، أن الحق لا بد أن يجابه ولا بد أن نقدم ضريبة، نقدم أرواح ونقدم أموال ونجاهد بأنفسنا وبأموالنا حتى يكون الحق ويذل الله الباطل. وهذه لمسناها في غزوة أحد، النبي صلى الله عليه وسلم خرج بألف ثم بقي هذا الألف في 700 وثم استشهد 70، نعم، أي على كل 110. فنحن تعودنا في العالم الإسلامي أن نأخذ ولا نعطي، دائما نأخذ لكن ما تعودنا العطاء كثيرا. فانظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كيف قدم هذه الشهداء، فهذه الثلة الكبيرة من الشهداء التي قدمتها مصر والتي ستقدمها هذه ضريبة للحق لا بد منها. وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق، فلا بد من التضحية. هذا هو الجانب الأول. الجانب الثاني، ربيع الثورات بإذن الله لا ينتكس أبدا، لأنها هذه مرحلة، وهذه المرحلة تمر بها كل الثورات، وهو نوع من الانتكاسة الوقتية والتي تنتهي بعد زمن. ثم إن ما الشعوب أحبت الثورة وما زالت تحبها ولن تفرط فيها بسهولة، فستكافح وستناضل، ولكن ربما تكون للباطل جولة ولكن للحق أيضا جولات وصولات. فنحن لا يمكن أن نيأس
لأننا نطالب بالحق ونطالب بالشرعية ونطالب بالعدل ونطالب مطالب يرضاها العالم بأسره. كل العالم أو شعوب العالم الآن مع مصر. صحيح ربما التقلبات السياسية والحكام يرون غير ذلك، البعض منهم يخشى على كرسيه، وهذا هو الموجود في كثير من الدول العربية. لا تريد أن تدخل في هذا الصراع خوفا على نفسها فقط، لكن الشعوب لو سمح لها أن تتكلم لتكلمت ونطقت وأجابت بقول واحد، أننا مع الشرعية وأننا مع الحق أينما كان. ثم أن هناك حق إعلامي، إن لمصر علينا حق إعلامي، فأين القنوات غير قنواتك غير قناتكم وغير الجزيرة؟ أين القنوات الأخرى؟ لا نراها تقف لا مع سوريا ولا مع بورما ولا مع مصر ولا مع ليبيا ولا مع تونس. في كل هذا الخضم من يتكلم على هؤلاء ومن يدافع عنهم؟ فهذا لوم أيضا أسجله. اللوم الثاني أسجله على الدعاة في العالم، عليهم أن يتحركوا جميعا بكل أنحاء الأرض وأن يصدروا بيانات شديدة اللهجة وقوية، وهذا أقل ما يقدمونه. المحافل الدولية والعالم وهو ينظر إلى هذا التراجع وإلى هذا الانقلاب وإلى هذا الحرب ضد الحريات وإلى هذا الحرب ضد أن يتنفس الناس الحرية بمعنى الكلمة. مصر عانت كثيرا، عانت من الفقر وعانت من العوز، وأبناؤها مشردون في كل أنحاء العالم، يلتقطون خبزهم ويلتقطون قوتهم بعرق جبينهم وبتعبهم. شيخ سالم، ولم يعيئ الله لهم حاكما، رغم أن مصر من الدول الغنية في مقدراتها وممتلكاتها. الغاز يذهب إلى إسرائيل، يتبردون عليه وينضجون عليه. طيب يا شيخ سالم، وأهل مصر يشوون ويحرقون في الساحات. أي حكم هذا وأي عدل ننتظره من هذه السياسة الرعناء؟ نعم شيخ سالم، البعض يقول، بعض الخبراء يقولون إن القمع الممارس الآن من سلطة العسكر على المتظاهرين والعدد الهائل للسجناء ولمن يقع اعتقالهم يوميا، هذا القمع سيغذي الحركات الجهادية والفكر الجهادي، وربما يدفع بمجموعات كانت قد راجعت نفسها وألقت السلاح، قد يدفع بهذه المجموعات إلى مراجعة نفسها من جديد وحمل السلاح من جديد دفاعا عن نفسها وانتقاما من هذا النظام الذي يقمعها. نعم هذا هو الذي سيكون. فظلم الولايات المتحدة الأمريكية للعالم هو الذي أفرز ما يسمونه بالإرهاب، هو جهاد حقيقي سببه السياسة الرعناء التي نهجها حكام الولايات المتحدة ضد الإسلام وضد المسلمين وضد العروبة. نعم. أصبحت هذه الدولة مكروهة. الآن من يقتفي أثرها ومن يقتفي أثر الجنرالات ومن يقتفي أثر العسكريين يريد أن يعيدنا إلى حكم العسكري من جديد. نحن ما رأينا من حكم العسكر إلا السجن والقتل والتعذيب وخنق الكلمة وكبت الحريات واغتصاب للأموال وتحويلها إلى الخارج. هذا ما رأيناه من حكم العسكر، عرفناه طيلة ما يقرب من 50 عاما، وفي ليبيا منذ 40 عاما ونحن نعاني من حكم العسكر. فالآن يريدون أن يرجعوا إلى حكم العسكر من جديد. العسكر لا يتورع عن شيء. كان العسكر في السابق يحمي الإسلام، كان الجيش هو الذي يقاتل من أجل الإسلام. الآن العسكر الذي في مصر وفي بعض الدول هو يقتل الإسلام ولا يحب الإسلام ويتكلم باسم الكفار ويسمي الإسلام إرهابا ويسمي من يدافع عن الإسلام بأنهم إرهابيين. هذه الفزاعه التي لم يظهر لها العالم تعريف ولم يحدد لها تعريفا حتى اصبحت كلمه مهلهله فضفاضه يلبسونها عن اي انسان لا يريدونه. هؤلاء حقيقه هو حكم العسكر من جديد، حكم الفرعون من جديد، حكم الهتلري يدخل الى الوطن العربي من جديد. كأن هتلر هو الذي الان يستولي على مصر، وربما هتلر صنع ماضيا يراه بعض النازيين شرفا لهم، لكن هذا يقتل ابناء جلدته ويقتل جيرانه ويقتل اهل مصر، وهو على ما اعلم انه من اهل مصر، لا ادري ما هو اصله. فالغريب الغريب الغريب ان يفعل باهل مصر هذا، والعدو امام اعينهم وقريبا من ارضهم يسرح ويمرح، وتصل اليه اموالا مغدقه ويصل اليه الغاز باقل الاسعار،
ويصل إليه في كل الأوقات، وأهل فلسطين يموتون جوعا وأهل مصر يحرقون في الساحات ويشوون. هذا لا يجب للعالم أن يسكت عليه، سواء المفكرين أو الصحفيين أو الإعلاميين أو الشعوب أو الحكام أو المؤتمرات الدولية. يجب أن نكثر من الصراخ وأن نكثر من الكلام. نحن استطعنا في الوطن العربي بعد أن ابتلينا باستعمار حديث غطى المنطقة العربية بكاملها، استطعنا بالكلمة واستطعنا بجهاد أجدادنا أن نتحصل على حرياتنا وأن نخرج المستعمر، وتبقى الجزائر عربية وتبقى ليبيا عربية وتبقى تونس إسلامية وتبقى مصر أيضا إسلامية. فما علينا الآن إلا أن نعيد، أنا أراه استعمارا حديثا في ثوب جديد تبلور مع السياسة ومع تقدم العصر، فأصبح استعمارا بشكل لا يعرفه كثير من الناس. هم يكرهون الإسلام، لا هم بل يكرهون مصر، لا هم بل يكرهون العروبة، يكرهون أن يعيش الشعب المصري آمنا. هذا ما أراه في هذه السياسة الرعناء التي يتجه. شكرا جزيلا للداعي الإسلامي من ليبيا الشيخ سالم الجابري، كنت معنا في مداخلة هاتفية. مشاهدي الكرام، بهذا نأتي إلى نقطة النهاية في هذا الجزء من هذه التغطية. التغطية كما تعلمون لا زالت متواصلة، ولكن بعد هذه الاستراحة.